ما الدليل العقلي على ولاية الفقيه؟ هلا الإمام الخميني قدس سره عرض دليلا على الحكومة الإسلامية وبالتالي على ولاية الفقيه، وهو باختصار بأن الإسلام هو دين حكومة وليس دين فرد أو دين جمعية، وهذا يعرف من خلال قراءة أحكام الإسلام التي هي أحكام اجتماعية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال حكومة، وهذه الحكومة تحتاج إلى حاكم لكي يحكمها، وهذا الحاكم لابد أن يكون عالماً بالقوانين حتى يحكم باسم الإسلام، ولابد أن يكون كفؤاً في تطبيق تلك القوانين، ولا بد أن يكون عادلاً مؤتمناً على تنفيذ تلك القوانين. هذا الحاكم حينما يحكم باسم الإسلام على الأمة أن تطيعه، فإذا له ولاية على الأمة، وهذا يدل على أنه يوجد ولاية الفقيه.